رفعنا اللافتات وخرجنا إلى الساحات، وبتنا في ميادين التظاهر في غيابهن، وصدحنا بأصواتهن عبر مكبرات الصوت، فليرحل الظلم والفساد. كان لافتاً للنظر ذلك الحضور المميز للمرأة في فعالية ثورة 11 من فبراير وارتفاع صوتها وهي تهتف في مجتمع محافظ كاليمن، لكنها شكلت دوراً مميزاً في هذه الثورة، وجاء خروجها ومشاركتها في المظاهرات والمسيرات والاعتصامات نابعاً من إيمانها بأنها شريكة الرجل في الدفاع عن الحقوق والحريات وإعادة بناء البلاد وتنميتها. دور المرأة في ثورة 11 من فبراير لم يقتصر على حضورها للتظاهر وممارسة العمل السياسي، بل توزعت مهامها في العديد من النطاقات وسط الساحات، حيث أثبتت المرأة اليمنية أنها ربيع لهذه الثورة، فكانت هي أم الشهيد التي تدفع بأبنائها للتضحية من أجل الحرية، وكانت ناقلة لأخبار الثوار من ميادين التحرير والتغيير عبر الإنترنت، وداوت كطبيبة متطوعة لعلاج الجرحى وملاك للرحمة لا تكل ساهرة، وهي توزع الأدوية وتعقم الجروح وتضمدها. احتجت المرأة اليمنية جنباً إلى جنب مع الرجل في خضم الأحداث، ورغم العديد من المحاولات الفاشلة لمنع النساء من الانضمام إلى المظاهرات، فقد ثبتن على موقفهن ولعب بعضهن دوراً قيادياً أثناء الثورة. الآلاف من النساء من ربات البيوت والفتيات من الكاتبات والإعلاميات والطبيبات والحقوقيات تحدين الظلم والقمع والقهر والاعتقال، وكان للكثير حصتهن من الشهادة مقابل إسقاط نظام فاسد. إحصاءات إعلامية صادرة عن المركز الإعلامي لثورة اليمنية كشفت في وقت سابق أن عدد شهيدات ثورة فبراير السلمية بلغ 19 شهيدة، لكل واحدة منهن قصتها التي تميزها في الجسارة والصمود قبل أن تتلقفهن آلة القتل دون رحمة، ليخلدن بذلك عظمة المرأة اليمنية. كانت المرأة دائماً في قلب الثورة ومنذ البدايات، وهو الدور الذي أوصلها إلى منصة التكريم العالمي وحصول الناشطة وصحفية توكل كرمان على جائزة نوبل للسلام، بعد أن شكلت بشجاعتها الوجه الأشهر دولياً للمرأة اليمنية في انتفاضة ربيع فبراير 2011. معركة المرأة اليمنية مستمرة باستمرار النضال الشعبي، فتلك الثورة التي تنتمي للتحولات التاريخية الكبرى أعطت معنى جديدا لحضورها في مختلف المجالات والأحداث بعد أن كانت غائبة ومغيبة.